يا وحدنا يا وحدنا يا محيي الميت. ازيك يا شهرزاد؟ انا سمعت ان في حاجات غريبه بتحصل في القصر، ممكن تقولي لي ايه هي؟ ست الملك اختك جت قعدت مع مولاتي النهارده وقعدوا يكلموا وجابوا سيرتك، وبعد ما مشيت راحت نزلت على نيروز وكلمت حاجه بس مش عارفه ايه هي. اكيد دي من محاوله من محاولاتها. سيبك منها يا مولاي، ما تعصبش نفسك. المهم ان احنا جبنا احسن حكماء وعلماء في كل المجالات علشان ترى الحكمه اللي انت امرت بابنها. اهم حاجه تكون مرتباتهم كويسه ومتوفره ليهم كل الخدمات. حاضر يا مولاي. مولاتي ممكن ادخل؟ تعالي يا بنتي. تقولين حاجة تانية؟ انت عارفة يا نيروز ان انت اكتر واحدة انا بثق فيها في القصر ده، وانك بتنفذي كل حاجة انا بأمرك بيها. طبعا يا مولاتي انا تحت امرك. انا سمعت ان الحاكم بينسب كل حاجة ليه في المسجد وانه عايز يعمل تجديدات في المسجد، ايه هي؟ عندك فكرة ايه هي التجديدات دي؟ انا شفته بيخبي ورق ليها علاقة بالمسجد في مكتبه. لحظة واحدة كده. أنا سمعت إن الحاكم كان عايز يعمل تجديدات في المسجد وبالذات المنارة، وسمعت إن هو كان عايز يغير الواجهة اللي في الشمال الغربي ويعمل حاجة شبه مسجد اسمه المهدية، وإنه عايز يشيل الأسامي محفورة على الحيطان. أكيد طبعا عايز ينسب كل حاجة ليه، وإن هو عايز يكتب اسمه في كل حتة في المسجد. أنا سعادتك مهتمة بقرارات المسجد قوي كده. اصل انت مش فاهمه يا بنتي، جوزي العزيز بالله الله يرحمه هو اللي امر ببناء المسجد بعد ما لقى ان الازهر الناس كترت فيه، فامر ببناء مسجد صحنه اكبر للصلاه ويعلموا فيه الفقه والدين. طب هو ده معناه ان اللي بنى مسجد الحاكم بامر الله هو الحاكم بامر الله ولا ابوه العزيز بالله؟ لا يا بنتي، العزيز هو اللي امر ببناء المسجد، لكن بعد ما مات هو الحاكم هو اللي امر بتكميله. يعني مثلا عندك الازهر عنده 5 ممرات للصلاة، والمحراب اتحدد بقبة على شكل نص دايرة، وفي غيرها 2 على الجنبين. أما بقى بالنسبة للأقصى فالشبابيك منورة في الممر قدام المحراب، وكمان عندك ابن طولون الأقواس متشالة على دعامات، كل ده قلده الحاكم. يعني ما عملتش حاجة من نفسه يعني؟ نيروز ده جلالة الحاكم. مؤاخذة يعني يا مولاتي، بس لا أصل ولا فصل، متطوليش معايا في الكلام. انت بس لو سمعتي اي قرارات بتتاخد بخصوص مسجد الحاكم تعالي قولها لي. خدي ده. تحت امرك يا مولاتي، بس والنبي لحضره الحاكم ياخد باله لا يطردني من القصر، انا ماليش. خلاص يا نيروز مش موال كل مره، انت بس خليكي حريصه. تحت امرك يا مولاتي. نيروز نديلي المعماري حالا دلوقتي. تحت امرك يا مولاتي. اتفضل يا معماري. ازيك يا احمد؟ اقعد. طبعا انت عارف ان المسجد ده مكتوب باسمي، وان المسجد ده عايزه يشتهر كامل. المسجد ده انا عايزه يبقى اكبر من الازهر واصغر من عمرو بن العاص. عايز طوله يبقى 120 متر وعرضه 113. ركز بقى معايا في الواجهه البحريه. الواجهه دي المأذنتين عايزهم يبقوا على قاعده هرميه، كل قاعده منهم على مكعب. المأذنتين دول كل واحد منهم متمم، في مأذنة على اليمين ومأذنة على الشمال. اللي على اليمين عايزها قدام شوية. ركز بقى معايا، المأذنتين دول هيبقى بينهم مدخل أثري، هيبقى ده أول مدخل بارز في القاهرة، فلازم الموضوع ده تركز فيه. وحاجة تانية، عايز القبر يكون اسطواني، يكون عرضه 3.5 متر وطوله 5.5 متر. تمام نيروز، ايه اللي موقفك كده؟ ضل اطلع بره. بس تقول لك ايه؟ انا عايز المدخل يبرز جماله، عايز يبقى على يمينه وشماله في نقوش اثريه على ارتفاع 1.5 متر. تمام كله كده كويس. طيب شكرا. انت كنت عايزني؟ سمعت ان في علاقات بينك وبين عين الدولة.
وكمان مالك ده اللي معتبرك مولاته. لا حصلش. بطل نظرات المؤامره اللي انت عايش فيها دي من ساعه برجوان ابن عمار. انا مش زيهم. كلكم تتامروا عليا حتى انت. انا مش زيهم، انا اختك. انا اللي ساعدتك تتولى الحكم من ساعه ما كان عندك 11 سنه، وانا ساعدتك تقتله لما تامروا ضدك. ما ينفعش تهمني بحاجه زي كده، انت زودتها قوي. نيروز اللي في ايدك ده ورينا يا نيروز. لقيتها من ذوقها على جدران القصر. مين اللي كتب الكلام ده؟ انا عايزك تجيبي لي كل حاجه عنها. اقول لك ايه البلد دي كده؟ انا واقف في البلد. مين اللي عمل كده في الغلابه؟ وقف لي الحريق ده دلوقتي. لو سيد ملك الروم دخل مصر نفسهم دي اللي حصل. يقتلوه. ست الملك احنا محتاجينك. في ايه؟ الحاكم فشل في وقف الحريق لانه اتاخر قوي في القرار وكل حاجه اتدمرت. هو كده خلاص جاب نهايته. مش هينفع يكمل اكتر من كده ولازم نخلص منه في اقرب وقت. بس مين يقدر يعمل كده؟ نيروز انت عارف ايه يعني؟ مراتي حكيتلي ان هما ماتوا من زمان من اول ما اتولدت. كل اللي اعرفه ان كان في مرض منتشر زمان كان شاريه علاج والناس كتير قوي ماتت بسببه. بس انا مش عارفه ليه بيجيلي كوابيس كتير قوي عنهم. مين قالك ان هما كوابيس؟ قصدي ان انتي بتشوفيه ده كله حقيقه، ده مجرد ذكريات في دماغك. بس انا بشوف حد بيمر بتعذبه. صوته بيفكرني بالحاكم بامر الله. الحاكم بأمر الله نيروز قتل 18,000 واحد منهم أهلك. قتلهم من غير ما يبقى ليهم أي ذنب. المرض اللي بتتكلمي عنه ده هو من ساعة توليه الحكم. وأنا هديكي فرصة إنك تاخدي بطارق منه، طار كل واحد هو أذاه. خدي يا نيروز، نولي الشرف ده. بعد لما الحاكم مات الناس اهملت الجامع وتحول لمكان تجاره ومحدش كان بيستعمله للعباده، وفضل على الحال ده لحد عصر انور السادات. بعد كده جت جماعه من الشيعة اسمهم البهره امروا بترميم الجامع من مجهودهم الشخصي، وبعد الترميم امر السادات بفتح الجامع تاني وان الناس ترجع تستعمله للعباده، وكانوا البهره هم اللي مهتمين بنظافه الجامع وفاتحينه لكل الطوائف عشان يتعبدوا بيه. ومن ساعتها وهم بيقدسوا الجامع والحاكم لدرجة انهم بيوم واحد من السنة بيبقوا مستنينه انه يطلع من البئر بتاع الجامع علشان هم معتقدين ان هو ده المهدي المنتظر. نوران انت كنت تحفة. يا منى ايه؟ يا منى انا جعدت يا عمير بسرعة. اصل انت مش اصل انت مش فاهمه. واقفه كده ليه؟ اتفضلي استني. لو مش جاهزه استني.